بحال اللي تابعتوا، يلا انتهى الاجتماع الوزاري اللي احتضنه المملكة المغربية، واللي كيتعلق بالدول ذات الدخل المتوسط. هذا الاجتماع اللي نظمناه مع الأمم المتحدة كيجي في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس للاهتمام بهذا الجزء من المجموعات الدولية. جلالة الملك في اجتماع الكوب 28 الأخير اللي كان في الإمارات العربية المتحدة أكد في الرسالة الملكية على أن هذه الشريحة من الدول اللي قامت بواحد المجهود باش أنها تدير تنمية اقتصادية واجتماعية ما خصهاش اليوم بحال تعاقب لأنها حققت واحد المجهود وما توليش عندها إمكانية للحصول على تمويلات كافية، وأنها ما تكونش عندها واحد الحضور في الأجندة الدولية ويقل اهتمام بها فقط لأنها تطورت ولأنها دارت مجهود. بالعكس، هذه الدول هذه خصها تحظى دائما بالاهتمام ويكون عندها إمكانية أنها توصل إلى تمويلات كافية في مجال التغيرات المناخية، في مجال التنمية البشرية وفي غيرها. فانطلاقا من هذه الإشارة الملكية القوية كان هذا الاجتماع اللي جمع اليوم واحد 40 دولة بالإضافة لمنظمات تابعة للأمم المتحدة. هذه فقط واحد العينة من هذه الدول، لأن هذه الدول هي أكثر من 108 ديال الدول. هذه الدول هذه هي تقريبا 70% من ساكنة العالم، هي تقريبا واحد ثلث ديال الناتج الداخلي العالمي. هي دول اللي حققت بفضل مجهوداتها واحد الدرجة من التقدم ومن النمو، ولكن محتاجة إلى مواكبة، محتاجة إلى دعم المجموعة الدولية لمواصلة هذا المجهود. انا كنقول دائما هاد الدول هذه بحال داك الطبقه المتوسطه وسط اي مجتمع، هي اللي خصها تكون المعيار ديال نجاح البرامج التنمويه والاجتماعيه. اهداف الالفيه للتنميه ما يمكنش تحقق الا ما حققتهاش هاد الدول اللي ذات الدخل المتوسط. التغيرات المناخيه غتصعب انها تواجهها المجموعه الدوليه الا ما تعبئات هاد الدول هذه، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ممكنش تحقق إلا ما كانش هاد الدول. اجتماع الرباط اللي الوزاري اللي انتهى اليوم تمخضات عليه الاعتماد ديال إعلان الرباط. هاد الإعلان هذا فيه واحد الإشارات قوية، أهمها هي أن هاد الدول هذه بغات تهيك نفسها وفق واحد المجموعة اللي متناسقة ومنسجمة، أن هذه الدول هذه بغات أنها تتكلم بصوت واحد في الاجتماعات الدولية وتدافع على مصالحها، وأن هذه الدول هذه غادي تحاول تشتغل في الاجتماعات الدولية المقبلة كفريق واحد، سواء الاجتماعات المتعلقة بالتنمية البشرية، سواء الاجتماعات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو الاجتماعات المتعلقة بتمويل التنمية. هذه الدول هذه غتدافع على مصالحها كمجموعة منسجمة وكمجموعة اللي كتنسق المواقف ديالها. إعلان الرباط الهدف منه هو أن هذه المجموعة ما تكونش فقط جزء من ما يسمى بالدول النامية، ولكن تكون فريق محدد، لأن الدول ذات الدخل المتوسط هي واحد من كاتيجوري، واحد الشريحة من الدول اللي عندها الخصوصية ديالها، اللي عندها المتطلبات ديالها، واللي عندها الانتظارات ديالها. وبالتالي الحضور اللي كان على المستوى الوزاري، الحضور ديال نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الرئيسة ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، فيه إشارات إلى دعم هذه المبادرة اللي خدها المغرب، وفيه إشارة على أن إلا كانت هذه المجموعة محتاجة أنها تنسق المواقف ديالها، فالعالم محتاج إلى هذه المجموعة هذه لتسمع صوتها
في المحافل الدولية والإقليمية. وبالتالي فالاجتماع ديال الرباط كان ناجح بكل المقاييس، سواء من حيث الحضور، سواء من حيث النقاشات، وسواء من حيث النتيجة ديالو اللي هي هذا إعلان الرباط اللي تم الموافقة عليه واعتماده في نهاية هذا الاجتماع. كاين استحقاقات مقبلة، وإعلان الرباط غيتم توزيعه، وغيتم كذلك غيتم بعثه للأمين العام للأمم المتحدة والمجموعة المنظمات الدولية والإقليمية. ولكن إعلان الرباط كذلك غادي يشكل من اليوم واحد الوثيقة مرجعية في عمل هذه المجموعة ديال الدول خلال الاجتماعات المقبلة. وغيكون الفريق اللي كيرأسه المغرب في نيويورك ديال الدول ذات الدخل المتوسط غادي ياخذ الآن المبادرة باش أنه يشتغل وفق مقتضيات هذا إعلان الرباط.